سينور الدين ترابي. والله مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك في إذاعة بارك غرفة إدارة العادة، باش نسولو للضيوف ديالنا كيفاش كيقضيو اليوميات ديال الحجر الصحي، كومون سا سباس بور ان شامبيون. تفضل سينور الدين ترابي. شكرا. اولا بلجيكي اللي تاح لي هذه الفرصه كمهاجر حتى انا باش نعبر على رايي، خاصه في هذا الحجر الصحي. انا عشت واحد الحاله خاصه بالنسبه للحجر الصحي. تقريبا قبل ما يعلنوا على تاريخ ديال الحجر الصحي غادرت المدينه ومشيت عندي السكن ديالي دابا انا في لي زونفيرون ديال بن سلان، عندي تما لافيرم ديالي وتما مانستالي سو كيفي. عشنا معكم الاخبار، تبعنا معكم كل شيء، عشنا معكم كل شيء بالقلب، أزرنا بعضياتنا، ولكن بالنسبة للكورونا ما شناهاش في العالم القروي. الله سبحانه وتعالى حفظنا منها، ما كانش عندنا مشاكل، كنقضي النهار كله إما في الدراسة كنقرأ أو للجارديناج، لأن الهواية المفضلة عندي هي الجارديناج. أحمد تابيد. اولا كنرحبوا بالمتتبعين ديالنا سي احمد المغني، سي فؤاد من المتتبعين والممارسين ديال رياضه تانكسودو. اولا باش نعطيو واحد النظره شامله على رياضه تانكسودو اللي غيقدم لنا سي ترابي اللي كانت جيب البسيل. تفضل سي ترابي. كما يعلم الجميع ان رياضه التانكسودو واحد الرياضه راه تقطع الضوء في الباديه. اولا سمحوا لي، رياضة التونكسودو واحد الرياضة عريقة وعريقة جدا، يعني أول رياضة كورية اللي بدأت أول مرة باسم السوباك في 1919، وعند دخول أو عند احتلال اليابان لكوريا الجنوبية أطلق عليها الأستاذ المؤسس لرياضة التونكسودو كوانكي اسم التونكسودو. انتشرت بشكل كبير على مستوى كوريا الجنوبيه. كتسمعني مزيان الاخ ياك؟ نعم كنسمعك مزيان. لك الخط جيد. اذن انتشرت بشكل كبير على مستوى كوريا، لكن في خروج اليابان من كوريا ولظروف سياسة، لأن الرئيس المؤسس كوانكي كان من العسكريين غادر أو هاجر إلى يعني بدأ المدارس مدرسة مودو كوان، حيث أن التونكسودو انتشر بشكل كبير، والآن يعني كي تعتبر هو يعني 85% ديال فنون الحرب اللي كاين في أمريكا هو التونكسودو، يعني ما بيناش رياضة أخرى أكثر من التونكسودو. وأول من مارس رياضة التونكسودو هو الممثل المعروف البطل العالمي شيك نوريس اللي معروف بالأمريكاني. هذا من 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 الأحزمة السوداء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ما سنرش لي تفضل. السنور دين ترابي يعني قدمنا الرياضة ولكن ما قدمناش البطل ديالنا حتى يعني باش المستمعين ديالنا ما يقولوش هذا يعني بولحيا انسان عادي، ولكن هذا بولحيا يعني بطل كبير. وهذه المناسبه يعني باش تقدم لنا ورقه تعريف يا سنور. نور الدين الترابي من مواليد يعني اقليم بن سليمان، زدت بالباديه والتحقت بالمدينه وانا طفل صغير، ومن التلاميذ الاولون ديال كتعرف السبعينات كانت المدرسه الاولى ديال فنون الحر هي السينما يعني بريسلي، ودرمت في المغرب وهاجرت هذا كان حمل الجنسية الكندية وهاجرت لكندا واستقرت في كندا، وتما يعني دربت على التونكسودو وبديت في تدريب دولية في كوريا في الهند في السويد وكانت عندي المدرسة ديالي تقريبا يلا السنة هذه بس ديتها لأن غبرت عليها مع يعني ولات عندي مشاكل ديال التونكسودو في المغرب. كانت عندي المدرسه ديالي في مدينه موريال بكندا. هذا انا عطيت يعني خريج المعهد العالي للمدربين سكون ابيل بروغرام ناسيونال كنديان دي زونترينير في كندا. اب لسته اطفال وبنت.
متزوج. سي عبد الله تفضل احمد. بالنسبه لرياضه التانك سودو اللي كنشوفوا ان رياضه ماشي كتلعب في العاب اولمبيه، ليش راجعت شي سي ترابي؟ اولا التانك سودو هو اول رياضه كوريا اللي خرجوا منها عده رياضات، خرجت منها الرياضه الاولى اللي تسمى بخوشين سول، وخرجت منها لابكيدو، وخرجت منها حتى رياضه التايكواندو بانواعها، التايكواندو دبليو تي اف والتايكواندو التقليدي، يعني ثلاثه ديال وحتى السوباكدو، هذه الرياضه اللي ما كنسمعهاش في المغرب. فالاتحاد الدولي العام، لان كاين جامعه الدوليات، كاين شي خمسه ديال الجامعات الدوليات خاصه في امريكا، كاين شي ثلاثه، ولكن الاتحاد العام للتونكسودو كاين في كوريا الجنوبيه، وقرر، وانا حضرت في هذا الاجتماع ديال 2017، قرر الاتحاد الدولي باش ما يحتفظ على الاصاله ديال لار مارسيال، لان هي اول رياضه، ويعني رافض باش يكون كلعبه اولمبيه، لان ملي كتدخل الالعاب الاولمبيه خصك تخضع لبزاف ديال المساطير، وتما ما كيبقاش انار مارسيال، كيولي انجو اولمبيك، وانجو اولمبيك يعني ما كتعرف دابا بان طونغ سودو كيخدموا بالعصا، كيخدموا بالسيف، كيخدموا بليزار، كاين شي ثلاثه ديال الانواع ديال المباراه، يعني كاين الايصال الخفيف، يعني لايت كونتاكت، سيمي كونتاكت، بلان كونتاكت، كاين فيه لحمدان اللي كيجمع اليوم جميع الانواع اليوم، يعني هي الكاتا، والكاتا فيها يعني الكثير، فيها ما يسمى الريتشيل، والكاتا التقليديه، والكاتا ديال العصا وديال السيف. ف منذ القدم، لان دابا اقدم الخبراء ولا اقدم المعلمين كما كنقولوا حنا في الليكسيك ديال فنون الحرب، اقدم المعلمين هما ديال طونغ سودو، يعني هما الاولون، لان تاسست اول مدرسه ديال طونغ سودو في 1945 كوريا الجنوبيه على يد الاستاذ كوانكي، فواخدين قرار باش ما يدخلوش الالعاب الاولمبيه، وباش ما ينخرطوش حتى في الجمعيه ديال الجامعات الدوليه، حيت كاين اسوسياسيون دي فيدراسيون انترناسيونال، وهذه من بين باغي نحتفظوا على الاصاله ديال الرياضه. العكس السي الترابي، كنشوفوا بان كاينه الجامعه الدوليه للتانك سودو، وبالتالي هاد تفضل احمد. وي بدا انقطع الصوت مع الزميل ديالي احمد ثابت. الصوت سي نور الدين الترابي في انتظار العوده ديال. تفضل عاود لي السؤال الله يخليك. كنشوف بان الجامعه كاين مرحبا، كاين على الصعيد الدولي كاين الجامعه الدوليه للتانك سودو. هادو قلتي ما باغينش ينخرطوا ما رافضين ينخرطوا في الالعاب الاولمبيه. نعم. كنشوف باش يبقى كفن حربي، باش يبقى كفن حربي، ولكن فيه منافسه. كنشوفوا السي الترابي فيه منافسه، فيه بطبيعه الحال ان كاين كتشوف الابطال اللي كيشاركوا فيه ولا الرياضيين اللي كيشاركوا فيه كيبغيو يرقاو المستوى العالمي، كيبغيو يرقاو المستوى الاولمبي. تفضل السي الترابي تفضل. صحيح، باش نكونوا واضحين، اشنو الفرق بين الرياضه الاولمبيه وفن حربي؟ راه كلها كنلعبوا على لو درابو، جميع الرياضات كتلعب على لو درابو، ما دامت كاينت بطوله العالم وكيطلع درابو راه هذا هو اللي مهم، هذا هو اللي مهم، هذا هو الفرق. وكيبقى الفرق في الجانب التقني، يعني ملي كتدخل البرنامج التقني ديال رياضه طونغ سودو راه كتلقاها كبيره بزاف، ولا لاحظتي اي رياضه كتصبح اولمبيه كيهبط المستوى التقني، والناس راه دارت فنون الحرب من اجل الدفاع عن النفس، من اجل النار، يعني من اجل الفنيه ديال يعني فن من فنون القتال، ما دارتهاش مثلا باش غادي يكونوا مقننين بعض الحركات اللي غنلعبوا بهم. ان جل الرياضات دابا الاولمبيه، والمشكل دابا انا كنحضر المحاضرات في كندا وفي امريكا، هاد فنون الحرب مثلا كوم لو طونغ سودو راه ستان نار مارسيال ايديكاتيف، دابا كندا ولاو كيبازيو على الرياضات اللي ماشي اولمبيه، الرياضات الاولمبيه راه ولات فيها مشاكل، ولا فيها الدوباج، ما بقاش تربويه، ولا بنادم كيقلب على الفلوس،
ولكن الا كان ار مارسيان نادم كيقلب على لو بليزير كيقلب على ليديكاسيون سيرتو دابا كاين سكون ابل لو طون سودو ايديكاتيف يعني الطون سودو التربوي كاين عندنا في كندا وهذا يعني كيهتموا به الاطفال الصغار لان اللي كيهم عندنا حنا هو الناشئه تكوين الناشئه تكوين المستقبل ولكن واحد الوليد اللي هو صغير ودخلتي ليه دخلتيه لواحد الاسبور اولمبيك مثلا ولا عنده الهاجس ديال الربح كيقدر يمشي كيقدر يزيغ لك مثلا على الدراسه يقدر ما يمشيش في الاتجاه الصحيح ولكن لك كان كيدير واحد الفن حربي بور لو بليزير كيضريا كيكون عنده في الوقت الثالث كيمشي يدرب على العصا يدرب على السيف يدرب على المباراه باليدين والرجلين يدرب على سكون بيرسونسيل الدفاع عن النفس يدرب على الكاطا يعني اليوم يدرب على بزاف ديال المسائل يكون عنده هوايه ديالو بحال كتمشي كدير لاكان هذا هو نقدر نوصل احمد احمد تفضل سي عبد الله بغيت نسول يعني سي الترابي كومون ترانسفورمي ان سبور دو كومبا ان سبور ايديكاتيف اولا كتعرف ملي كنقولوا ان ار مارسيال بليسكو بلوس بليسكو سبور دو كومبا هنا يعني اولا كاين ليديكاسيون اولا سي كوربوريل يعني التربيه الجسمانيه الانسان ملي كتشد واحد الوليد وكيكون ديزون انا انفون لا ان غارسون غاتي شي واحد كيتحرك في الدار بزاف ولا كينقص في الدار بزاف ولا كيدير المشاكل بزاف وكديه لواحد المدرسه ان احنا في ليزار مارشي كنقولوا مدرسه وهذيك المدرسه كتكون عندها قواعد ديالها كيكون قانون داخلي كيكون قانون الاحترام ديال العالم الاحترام ديال داك المكان يعني داك الممارس كيصبح مهدد هنا داك الفن الحربي كيرجع تربيه كتشوف كنتلاقاو مع بعضياتنا كنديروا لبعضيات كنديروا التحيه كنديروا البدله ديالنا بالعكس دابا وليت كنشوف واحد الرياضات يدخل لابس شورات ولا يدخل لابس سروال في شكال ولا جيست كور ولا كيدير يدخل مثلا بغورميت ولا بالعكس طونغ سودو مازال التربيه مازال يعني لار مارسيال الاصيل هذا هو هكا وحتى الدروس اللي كتعطى بشكل تربوي ما كنقولش لك يلا غادي تعطيني هذه لانك باش تربح لي هذه باش غتجيب لي هذه الماده ولا باش غتجيب لي هذه لا كنربيك اولا كنربي لك الجسم ديالك وكنربي لك العقل ديالك باش تطلع واحد الناشئه اللي كيقلبوا عليها والدول دابا كلشي الدول العظمى انا كنقول لك امريكا 85% من فلول الحرب سي لو طون سودو كندا كدير محاضرات دابا على الدوباج لان اونتر كيمي كاين بعض الرياضات دابا تتعرف دازوا أبطال في أمريكا اللي كانوا كيشاركوا في ثلاثة ديال المسابقات أولمبيك وفي الأخر ثبت عليهم بأنهم ديال الدوباج لأن الناس كتفكر بالربح إذا كنتي كتفكر في أنار مارسيال كفن ما غاديش تفكر في الربح ونقول لك واحد المسألة مهمة تعرف الانتباه ديالي في أمريكا في أوروبا في ليبيبا الناس كدير لو طونغ سودو بور لو بليزير سي ترابي كاين واحد المداخله كتقطع مع الكلام ديالكم ديال السي فاروق الاندلسي اللي كيقول لا اعتقد الرياضه اليوم اصبحت اقتصاد وليس للترفيه استاذي صحيح ولكن الاقتصاد كيف اول حاجه اللي بغيت نساهم في الاقتصاد هي خصني نصنع النشئه ديالي الا بغيتي تبني واحد المجتمع بني الطفل وبني يعني واحد البناء سليم ما تبنيش عوج راه كلنا كنستثمروا في الاولاد دابا كتلقى انسان كيقري خمسه الدراري سته بالفلوس كتقول لي انت اش كديرها فلان دار عماره وفلان يقول لك لا انا خصني نقري وليداتي انا كنستثمر في ولادي الا بغيتي تبني واحد المجتمع استثمر في الطفل استثمر في الناشئه ما تلعبش على لوكوبي مثلا واش انا غادي باش نقريه ولا غادي ندخلو باش يمشي يتقاتل ليا باش يربح ليا ولا كذا ولا لا ما خصهاش تكون هكا لكن بالبرامج ديال الجامعات هنا كندخلوا الاقتصاد هنا غادي تدخلني لواحد الشق اخر ربما غادي تطرحي نقولوا مثلا علاش حنا مثلا انفي لو طونغ سودو صحيح مثلا ملي كدير لو طونغ سودو انا ماروكان راه كتعرف شحال ديال الاسر عايشين معنا كتعرف شحال ديال الانديه كتعرف بطوله مثلا شحال من واحد هذا كياكل فيها وهذا كيشرب فيها شحال كاين من يعني عندنا اسر كثيره يعني
يعني من اللي كنقولوا اللجنه الوطنيه ولا كنقولوا واحد الجمعيه رياضيه هذا التنميه الحقيقيه هذا التنميه البشريه. رانا دابا في طونكسودو عندنا تقريبا واحد 4000 ولا 4500 ديال المنخرطين وحوالي 60 جمعيه، وهذوك 60 جمعيه حنا درنا انا شخصيا درت سياسه مشيت للعالم القروي اللي ما كيقدو ما داخلهمش ليه بعض الرياضات كيجيو كيدخلوا للمدينه، حنا درنا انفتاح على العالم القروي ودرنا تكوينات جهويه باش نساهموا في سميتو في الاقتصاد. الاقتصاد نويت ندخلوا السي ترابي لكن لا سمحنا السي عبد الله ندخلوا الجانب النفسي بالنسبه للممارس ديال الرياضه ديال الرياضه التانكسودو. رياضه التانكسودو كنشوف انا سير معايا السي ترابي بالمستوى ديال الاميه ديالي في هذه الرياضه غنمشيو حاجه بحاجه. بالنسبه لي انا كممارس كنمارس رياضه التانكسودو درت الحزام الاسود كنمشي كان هذا كيجي واحد الوقت اللي كيخصني انا نمثل بلادي في الالعاب الاولمبيه ولا في البطولات العالميه، اذا كنولي كنبحثوا على بطل كنبحثوا على لقب، هذا اللقب كيرجع لنا بواحد العائدات صحيح بهذه العائدات مين كتجينا من انتشار ديال الرياضه على الصعيد مثلا الوطني بحال اللي كتشتغلوا عليه نتوما دابا سي ترابي في المغرب، جبتوا الرياضه ديال التانكسودو للمغرب عطيتوها واحد وضعتوا للسكه ومع ذلك باقين كترقبوها دابا تزيغ على الطريق دابا تمشي من هنا دابا تمشي من هنا، يعني محتضنين الرياضه ديال التانكسودو. تفضل سيدي الكريم انا اللي بغيت نقول لك راه الرياضه القح كما كنقولوا راه اللي كيهمو الدرجه الاولى راه احسن، يعني اللي بغيت تقول احسن توقيت كتشوفوا كيشوفوا البطل هو ملي كيتهزلوا درابو راه ما كيفكر لا في الفلوس لا في حتى شي حاجه، راه كيفكر ملي كيتهزلوا درابو كتكون انت دابا تفرج في ليكيب ناسيونال سواء ديال الفوتبول سواء ديال شي رياضه معينه سواء في الملاكمه راه في دمنا حنا جميعيه، كتولي ملي كيطلع له درابو ما كتشوفش شنو داز لابوش. مزيان كتسمعني مزيان؟ لا لا معاك انا معاك. اذا راه انا عشت شي اجواء في الخارج خاصه في كندا ملي كيكون مثلا ملي كتكون مثلا لاعب كاس افريقيا لكره القدم ولا كاس العالم خاصك تشوف الجاليات كيفاش كيديروا لي درابو ديالهم. اذا دائما راه الرياضه كما كيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، راه الرياضه دائما راه كنلعبوا بور لو بليزير و بور لا فورماسيون، لان باش نمشيو نرجع لك واحد الكلمه مهمه قلتيها ليا دائما التكوين المستمر لا البيداغوجي ولا يعني نفسي للمدرب باش المدرب يصنع لنا واحد الناشئه في المستوى المطلوب واللي كنقلبوا عليها. كانت نكون قنعت ولا ما كانش انا مستعد. مرحبا تفضل سي عبد الله. سي ترابي يعني بغيت نرجع معك للقضيه ديال الاستثمار في الطفل. ربما المجتمع المغربي عنده الخصوصيات ديالو كيختلف جملة وتفصيلا عن المجتمع الكندي. صحيح. بالنسبة للرياضي في المغرب اللي كيدخل يدير فنون الحرب غالبا صحيح. ما تكون يعني الفكرة ديال اقتحام رياضات هذا الرياضة هذا من أجل الدفاع عن النفس، وتكون الفكرة عند الطفل المضطهد بين قوسين يمشي يدير هذه الرياضة باش يمشي عند هذاك الحجار يخلي ضربوه. نعم. فنحول هذه صحيح. الفكرة من عند هذا الطفل هذا الى يعني بيداغوجيا، كيفاش نغيروا هذا التفكير يعني ديال التفكير العنيف الى تفكير تربوي. هو الطفل كيدخل عندك النادي ويعني طفل انا نذكروا عندنا يعني طفل صغير عنده 6 7 يكون عنده 40 عام كيدخل عندك بحال شي جمره شاعت تسمعني مزيان. تفضل. التكوين ديال المدرب خصو يكون في المستوى، يعني خصو يكون مكون. هذاك الولد النهار كيدخل عندك النادي المره الاولى كيجي كيبان القريح في الصفوف، ولكن دجوره لوطر حتى كيصبح بطل كما قلتي كيولي حاضر راسو، لان كيولي عارف بزاف ديال المسائل. كيبدا بانطلاقه صاروخيه في العنف، ولكن ملي كيتكون ان التكوين كما قلنا كاينه التربيه الجسديه وكاينه حتى التربيه العقليه في الاخر كيطفى وكيولي عارف ما لا هو ما عليه،
يعني لو بغيت تقول بحال راه الزنقه ما قراتوش القانون كيدخل النادي كيقرا على الاقل واحد القوانين الانسانيه. الجانب الاقتصادي غادي نمشي ونرجع ليه. مثلا احنا كاللجنه الوطنيه المغربيه للتنقصودو السنه اللي فات او حصلنا على الترخيص الدولي باش نبقاو ننظموا ما يسمى بالتنقصودو حمادة، يعني المهرجان الدولي للتنقصودو. هذا المهرجان الدولي للتنقصودو تقدر تقريبا كيمشي الصوت 40 تربيه. هذا المهرجان الدولي تعرف شحال دابا؟ مزيان كتسمعني دابا؟ مزيان الو دابا مزيان. دونك حنا عندنا برنامج ولكن ما ننسوش حنا انا ممكن غادي نذكر لكم على الحصيله، ولكن لابد ما غادي نذكر لكم على الارهاصات ولا العراقيل اللي عندنا. انا جاي في الحموله ديالي عن اساس غادي ندخل الطونكسودو سي با بور لو بليزير، غادي ندخل الطونكسودو بصراحه باش نعاون بلادي، بصراحه باش نعاون البلاد، باش غتعاون هذه البلاد. غادي نكون ليها مدربين، غادي تكونوا انديه، غادي تولي الدار عندنا بطوله العالم، غادي يولي الدار عندنا المهرجان الدولي. هذوك العلاقات اللي كانت عندي في امريكا ولا في امريكا اللاتينيه ولا في العالم كله خاصني نعاود نوظفها بلادي. الا غادي دير مهرجان غادي دير مهرجان دولي شحال من واحد غادي يخدم معك؟ حتى الاعلام كلشي غادي يخدم، يعني غادي تدخل العمله الصعبه. صحيح انا الوقت اللي دخلت طونكسودو المره الاولى وانا تفاجئت، لان طونكسودو اقدم رياضه واقدم رياضه كوريه وعنده اقدميه تقريبا بحال بحال الكاراتيه. ولكن ملي كتلقى في المغرب واحد عنده سيزيام دان ولا سينكيام دان ولا ساتيام دان فن حربي اخر وما كيعرفش شنو هو الطونكسودو انت كتفاجئ. دخلت للوزاره بالمحفظه ديالي، تسمعني انا ناس تفضل تفضل تفضل. دخلت للوزاره بالمحفظه ديالي لقيت مع الموظفين ما عارفش شنو هو الطونكسودو، ولكن دابا الحمد لله مع يعني العالم ولا قريه صغيره حنا الحمد لله كنعيشوا هادشي. الناس تفاجئت او الطونكسودو هو اصل الرياضات الكوريه، الطونكسودو منتشر بشكل كبير وكبير جدا عبر العالم. كاين يعني اربعه ديال الاتحادات البنما امريكا، وكاين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاسترالي والاتحاد الاسيوي باستثناء افريقيا، راه كطرا في افريقيا ديما كنجيو حنا الاخرين. دابا عندي اعتماد باش ناسس الاتحاد الافريقي وكاين شي سته ولا سبعه وانا في تنافس مع جنوب افريقيا. ولكن كنتمنى وزاره الشباب والرياضه وفيها بعض الاخوان وبعض الاطر اللي بداوا كيتفاهموا وعرفوا بان الطونكسودو غتكون واحد اضافه كبيره المغرب. سي ترابي يعني تكلمنا على هيئات دوليه وما تكلمناش على امكانيه تاسيس جامعه مغربيه ديال هاد الرياضه هذه. سي عبد الله كنا استقبلنا واحد البطله. سي عبد الله نخليو هذا المحور بعد الفتره الثانيه لان هذا نعطيوه شق كبير، هذا المحور ديال عدم التاسيس كبير كبير ومعقد جدا، لان اللي حنا دابا على الابواب ديال باقي لنا شي ثلاث دقائق ونسالوا الفقره الاولى. غير نكملوا الاستاذ الطريقه اللي تعرف بها في المغرب، ومرحبا في الشق الثاني مع هذا الشيء ديال التاسيس وكنا مجمعين. صحيح دخلت المره الاولى بحال شي انكور اترونجي، انكور اترونجي او نيفو ديال المينيستير ديال وزاره الشباب والرياضه، ما عرفت واحد. ولكن مع الوقت دابا قلت لي الطونكسودو اولا اربعه ثلاثه ديال الوزارات داو في دماغهم بان الطونكسودو راه خاص الجامعه، الطالب العالمي دا في دماغه ما دار شيء. الاستاذ بن عبايه كذلك. الان السي فردوس كنتمناو، اما كاين الناس ديال الله يجازي بخير السي مدير الرياضات لانه واحد الانسان اللي راه كيخدم معنا بجهد كبير، السيد المفتش العام كذلك، ناس اخرين اوتور ديال الديبارتمون ديال وزاره الشباب والرياضه دابا تفهموا، وخاصه هاد بطوله العالم الاخيره. بطوله العالم الاخيره اللي دازت في بولونيا بطوله افتراضيه عن بعد، يعني تفاجئوا المغاربه. سي ترابي عندنا واحد التدخل ديال السي محمد شكيب المسترحالمي كيقول لك المسترحالمي شكيب المدير التقني المغربي ديال طونكسودو. تفضل. مرحبا. الممارس لفنون الحرب التقليديه يتدرب على الثقه في النفس ويهتم بالدفاع عن نفسه، المشاركه في البطوله بالنسبه لديه هي تجربه يمر منها
لتجربه قدراته المعرفيه. هنا بحال اللي كان كيبغي يجاوب كيدير تكمله الجواب ديالكم حول عدم مشاركه في بطولات العالميه وهذاك الشيء. اللي بقى لنا سي الترابي اننا غادي نوقفوا واحد الوقفه اشهاريه ونرجعوا بعد قليل سي نور الدين مع وصله اشهاريه. مرحبا. شكرا شكرا. اهلا السلام عليكم. ايه دي المعلم يا انا نقول له هيدا تقول يبقى قول لي هيدا يعني بلاه دابا انتي المعلم. ايه يا ودي يا بلاتي بلاتي فين الدعم ديالي فينو فينو ابلاتي ابلاتي اطلق 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 إليكم سيداتي وسادتي في الفقرة الثانية من برنامج ليالي فولتر الرياضية. معنا الضيف الكريم الخبير الدولي في رياضة تانك سودو سي نور الدين الترابي. أهلا وسهلا ومرحبا. نعود إلى زميل سي عبد الله تفضل. شكرا زميلي أحمد ثابت. فأذكر للمستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا الآن بإمكانهم يعني باش يطرحوا الأسئلة ديالهم مباشرة للسي نور الدين الترابي وكذلك الأعضاء ديال هاد اللجنة ديال هاد الرياضة بإمكانهم باش يتواصلوا معنا مباشرة 00032 483 185 203 00324 183 185 283 veuillez prendre contact avec nous pour
بارتيسيبي ا سيت ايميسيون اللي عندها شي سؤال كذلك الاخوان ديال اللجنه. تفضل احمد. عندنا سي عبد الله مجموعه ديال التدخلات ديال الاخوان. محمد شاكيب، عندنا الاخ فؤاد اللي كيقول تانك سودو يغزو العالم القروي وخير دليل فوز ابناء العالم القروي ببطوله العالم افتراضيه لتانك سودو. سي محمد شاكيب كيقول تانك سودو اليوم في المغرب قفز نوعيه من خلال تاسيس لجنه وطنيه تحت اللواء جامعه ملكيه ونظم برامج وبطولات تمكن من خلالها نشر ثقافه تانك سودو. عندنا سي ادريس بن دحمان، اي ممارس لرياضه اخرى عندما يلتحق بممارسه التانك سودو يجد ذاته فيه لشموليته اعتبارا ان التانك سودو ام الرياضات. شكرا سي ادريس. سي محمد شاكيب، اهتمامنا اليوم هو الرفع من قيمه رياضه التانك سودو من خلال التظاهرات الدوليه لرفع رايه الوطن. تاسيس جامعه ملكيه مغربيه للتانك سودو اصبحت ضروره وملحه للظفر برئاسه المغرب للاتحاد الافريقي واتحاد البحر الابيض المتوسط. نولي نعاود نقرا الرقم الهاتف ديالنا 0032 483 18 52 93. لك الكلمه سي عبد الله. شكرا شكرا لك. غادي نمشيو عند سي نور الدين ترابي. انا غادي نحاول نجاوب على هذه الاسئله. علاش مثلا احنا دابا صحيح تفضل. وي صحيح، احنا دابا عندنا اعتماد باش ناسسوا الاتحاد الافريقي وعندنا كونكيرونس مع جنوب افريقيا. جنوب افريقيا كتقول لك المغرب ما يمكنش يكون فيه المقر ديال الاتحاد الدولي، لان المغرب بقى عنده يلا لجنه وطنيه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للايكيد واليايدو. احنا دابا انا عضو في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي كيفكر باش يكون عندنا المقر هنا. راه الى درجه لا كونكيرونس اللي بيننا وبين جنوب افريقيا حتى بطوله العالم اللي دازت الافتراضيه اللي دازت مؤخرا، يعني بدات ما بين 6 حتى 24 من شهر المنصرمين، كاين عندنا واحد لا كونكيرونس، واحد المنافسه كبيره على الرئاسه وعلى على المقر ديال الاتحاد الافريقي. المشكل ديالنا احنا واحد الوقت معين ولازال لحد الان ان وزاره الشباب والرياضه ما بغاش تفهم بان راه خاص توقف معنا باش ما يضيعش لينا المقر ديال الاتحاد الافريقي، وربما باش ما تضيعش لينا حتى الرئاسه وبزاف ديال المسائل. دابا لحد الان وزاره الشباب والرياضه حطيت لي الملف هذه للمره الثالثه، ولكن الجواب انتظر. تحرمنا من 3 ديال البطولات الدوليات ملي كندير مثلا رساله للوزير عن اساس راه خاصنا الدعم، ولا خاصنا رساله باش فاسيليتي لاطاش ديال الفيزا باش نخرجوا الفريق الوطني، ما كيجاوب حتى شي واحد. التوزير ما جاوبني، مره جوج ديال الوزراء ما جاوبونيش. اغتنمنا هذه الفرصه بطوله العالم الافتراضيه، وحققنا 4 ديال الميداليات الذهبيه، وحققنا 3 فضيه، حققنا 3 نحاسيه، شاركنا ب 13 عنصر في الفريق الوطني وربحنا ب 10، ودينا احسن ميداليه على الصعيد الدولي. يعني ملي كدي ميداليه، اسمح لي نكمل هذه النقطه مهمه جدا، ملي كدي ميداليه في اكثر فئه اكثر من 50 سنه ديال الماستر، يعني بان المغرب ولو ان دابا طونك سودو في المغرب يلا عنده 4 سنين ودي فئه الماستر لي غراو ماستر دي فيها ميداليه ذهبيه على الصعيد الدولي، يعني المغرب راه كاين شي حاجه. المغرب راه عنده مستوى عالي تقني جدا في رياضه طونك سودو كنقصد. فأمالي انا امالي خاصه في مع الوزير، لان جا حل بزاف ديال المشاكل، تاسيس جامعه ملكيه مغربيه للطونك سودو اصبحت ضروره، لان حتى الجمعيات حوالي 60 جمعيه دابا، حوالي 60 جمعيه في المغرب، ياك حتى الجمعيات ولاو باغين جامعه. صحيح حنا كنخدموا تحت لواء كلجنه وطنيه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للايكيد واليايدو، واللجنه الوطنيه ديالنا مهيكله، عندنا رئيس لجنه التحكيم،
عندنا المدير التقني، عندنا مجلس الرئاسة، عندنا اللجان كلها. احنا كنخدموا كجامعة، أسسنا مبدمنا بطولات جهوية وبطولات وطنية، وأسسنا كأس العشر الرابع بمستوى عالي جدا، وغنحتضنوا يعني في شهر 11 تدريب الدولي للماستر تحت إشراف الاتحاد الدولي اللي غادي يكون بمدينة أسفي. يعني هذه ماشي سهلة. وكنفكروا إلا عطونا الجامعة ديالنا باش نديروا المهرجان الدولي هنا باش نكونوا واضحين. السي نور الدين ترابي، انا فكرت باش ندخل من كندا المغرب باش نكون اضافه، ما نكونش تعالى. السي ترابي صوت ما كاينش، راه 4 سنين راه ما خدناش شي دعم، وما كنقولهاش ناخذوا الدعم، وما بغيناش حنا علينا من اجل مصلحه الاخر. هذا ماشي معقول، راه ما تسديتوش علينا حنا، راه تسدوا على المغرب. لا ناس السي نور الدين ترابي، اسمح لي يعني الا قطعتك، احيانا الصوت ما كيوصلش مزيان للمستمعين. يعني اللي بغيت نفهم وشنو هي ليجيتيميتي، شنو هي ليجيتيميتي ديال هذا، يعني ما قال لي السؤال لان كان تقطع عندي. يعني السي نور الدين ترابي، يعني بغيت نفهم ليجيتيميتي ديال هذا الكوميتي، واش معترفين بكم ولا ما معترفينش؟ لان كاين لا الوزاره، لا لو كوميتي ناسيونال دو لو كوميتي ناسيونال ماروكان دو تونكسودو اي لي ريكوني بار ليتا اي بار لو مينيستير دو لا جونيس اي دو سبور اون ترافاي سو لا ليجيت دو لا فيدراسيون رويال ماروكان دايكيدو اي دايدو فريمون اون اي هورو اون ترافاي اون في تو سكون فو مي لو بروبليم واش كيمنعكم باش ديروا جامعه مستقله ديالكم؟ لحد الان كاين شي مشكل في الديبارتمون دو سبور اونيفو دو مينيستير. كاين بعض الاخوان على المدير الرياضات، كاين بعض الاخوان تفاهموا بان الطونكسودو خاصو الجامعه ديالو. لان بالله عليك دابا ما يمكنش، اسمح لي الا درنا التشبيه، راه ما يمكنش تشد الموتور ديال اير 4 وديري 1020 ونقول له تجرب. راه الطونكسودو كبر ما يكون تحت جامعه اخرى، راه كبير بزاف. دونك صدر راه رياضه كبيره بزاف، دونك صدر غيجلب لينا بزاف ديال الحوايج لبلادنا. رياضه كبيره خصها جامعه ديالنا. راه انا بغيت نقول لك صحيح انكم ما كتسمعوش بالاسم، ولكن راه اكثر الانديه واكثر لي ليسونس في العالم راه سيدي دونك صدر. دونك راه اوني اوبليجي خاصة تفهم الوزاره بان راه ضروري خص جامعه ملكيه مغربيه لدونك صدر. لما باش عطونا الفلوس ما يعطوناش، ولكن راه خاصنا نفتحوا على العالم. حنا راه خاصنا نمشي، راه دابا مثلا كتكون بطولة دولية راه خاصك ان بيجي باش تخرج، راه ان بيجي بور فاسيتي لاطاج دو فيزا، راه طون دو شوز، راه باش يدخل معسكر ديال نديروا معسكر ديال الفريق الوطني. والمشكل راه ما عندناش غير مباراة واحدة، عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال المباريات، وعندنا كنخدموا بلي زارم. يعني رياضه كبيره عندها ان بروغرام ونيفو تكنيك كبير بزاف. عندنا حموله ما غنبركوش، اون با ترافاي دو جور جور انوي باش يعني عشان هذا هو الاقتصاد، هذه هي المساهمه، هذه هي التنميه البشريه في حد ذاتها. فامال دابا السي نور الدين، نعم دابا السي نور الدين الترابي، يعني انت اللي جبت هذه الرياضه في نعم. المغرب، وعلى حسب الاخت الرياضيه اللي كنا قلناها كنا سخبنا واحد البطاله مغربيه، ويعني عايده اشبال عايده بطنجه. نعم تكلمتنا عليك وقالت لنا بلي السي نور الدين يعني هو اللي حامل على كتافه هذا الرياضه، وحتى يعني التمويل ديالها. وهذا يعني ماشي معقول باش نتايا غادي تبقى تصرف على الرياضيين لي ديبلاسمون ديالهم والممارسه ديالهم. واش يعني هاد الرياضه دابا انا بصراحه باش نفاسيليتي باش حنا الاغلبيه ديال المدربين ديال الطونكسودو في المغرب يعني الناس كيحبوا لار مارسيال وكنتعاونوا فيما بين. انا جي ان بون ستاف، فريمون جي ان بون ستاف، عندي مدربين تابع للجنه الوطنيه في المستوى، كنظموا بطولات وطنيه في مستوى عالي جدا.
ومازال ان شاء الله غتبعونا وغنعرضوا عليكم باي مناسبه. احنا المدربين انا لولا يعني لو ستاف اللي معايا لا يعني جميع المدربين جميع الجمعيات عندي بوسطه اسسنا دابا 6 ديال العصاب الجهويه. طونسو دابا كاين دابا في العيون عندنا 3 ديال عندنا 3 ديال الانديه في العيون 6 ديال العصاب كيسلون باطوندر باش ما نديروش انفدراسيون. علاش؟ والقانون اولا كيخولوا لنا الدستور، الدستور كيعطينا حق باش نديروا انفدراسيون، قانون التربيه البدنيه كيطبقوه بطريقه او باخرى كيخول لنا باش نديروا جامعه. يعني جميع الدول عندها جامعه ديال الطونكسودو بدا من سميتو بدا من السفاليون يعني جميع الدول الاوروبيه استثناء افريقيا احنا كاين سبعه. دابا رانا حاولت باش ندخلو دخلتو لا ليبي باش 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 لان خاصنا في العربيه خاصنا اصوات طونسودو والاتحاد الافريقي ديال طونسودو يبقى عندنا في المغرب. و بصراحه كاين بعض رؤساء الجمعيات في هذه النقطه ديال الجامعه مدمرين، واخا كنحاول نشرح لهم كنقول لهم حنا راه ما عندناش عقده نفسانيه ولا كذا ولا هذه، وكنعرف بان راه كانوا رياضات اولمبيات لكن اللي دوز 13 عام هو اللجنه الوطنيه. راه اول جامعه كانت عندنا السباحه، دخل معها البوكس، دخل معها الجيدو، دخل معها الكاراتي. يا بري راه ماشي حنا يلا عندنا 4 سنين، ولكن الاشعاع ديالنا حنا دابا طونكسودو المغربي راه اصبح عالمي. راه لولا واحد الفضيه كنا غنتكلاصاو كاتريام، ولولا ظروف اخرين ربما كنا غنكونوا الاولين. ولولا كنت مثلا شاركت بالكيب ديالي اللي عندي ديال المغرب في كندا كنت غنكون بارمي لي برومي. ولكن كتعرف غير باش نوجدوا غير الفيديوهات ونصيفطوهم والتحكيم وكذا وكذا وكذا. الحمد لله دابا اوني كلاسي 5 واول مره وبزيرو درهم، واخا ما نقولش لك انا راه خسرنا ودرنا وفعلنا وتركنا فيها 4 سنين، ولكن كنقولوا زيرو درهم واخا سدوا علينا باش ما نمشيوش للعالميه وباش ما نديروش الجامعه. حنا دابا عندنا 4 ديال الميداليات وعندنا 4 ديال الابطال ديال العالم بالذهب وبالفضه وبالنحاس، ومازال عندنا بطوله العالم غتكون الافتراضيه عن بعد، لان دابا صافي هذه ولات دابا هذه خرجات الوجود. يعني هذا من كورونا غتغير بزاف ديال المسائل. 2021 كاين بطوله العالم اللي غادي تكون في الولايات المتحده الامريكيه، بطوله افتراضيه وغادي يوجد لها المغرب، وغنقولوا اكثر غادي نقولوا الكلمه ديالنا تما ان شاء الله عن بعد، وغادي يكونوا القاعات محلولين باش، لان دابا حتى ملي بغاو الوليدات ديالنا الابطال ديالنا يسجلوا كتعرف الظروف ديالنا شي كيدير في السطاح شي كيدير هادي شي كيدير في لا شومبر ديالو واش كل واحد كيدير. سي ترابي يعني كان عندنا مشكل. سي ترابي الا سمح سي عبد الله، بغينا هنا كنا مجموعه الاخوان عصام كيعطينا الاحصائيات ديال بطوله العالم الافتراضيه و 4 ديال الميداليه الذهبيه. عصام رئيس عصبه مراكش اسفي. مرحبا سي عصام. وكيقول بان جامعه ملكيه مغربيه للطنكسودو امر لا محيد عنه استاذي. اللي بغينا نعرفوا كتبقى وي سي عبد الله. نتمنى من سي عصام يدخل مباشره. راه عطينا الرقم. قلنا السي ترابي تكلمنا بزاف، احنا عندنا اللجنه الوطنيه كنشاركوا بطوله العالم الافتراضيه كنديروا مرحبا، هادشي كله مزيان، ولكن شنو ما الخطوات الاجرائيه العمليه اللي درتو نتوما باش تمشيو؟ حيد لي مراسلات شي حاجه اخرى من غير المراسلات اللي خصها تكون، لان يعني كتشوف الوزاره ياك بلاتي انا غادي معك وحده بوحده، كتشوف ثلاثه الولايات ديال الوزراء باقي ما حققتو حتى حاجه، وكنعرف بان هذا الامر هذا كيتعلق بقانون ديال التربيه البدنيه ديال التربيه البدنيه 30/9 اللي كيعطيك الحق انك دير جامعه ملكيه مغربيه للرياضه التانكسودو، خصوصا انكم شاركتوا في بطوله العالم رغم انه كاين تضييقات وكاين الحواجز وكاين بزاف ديال الامور. عمليا شنو درتوا بعد المسائل المراسلات اللي كنديروا احصائيا كنشوفوا احصائيا خصك تعطينا العدد ديال الجمعيات ديالكم، عطيتينا عدد ديال العصب، عدد ديال الرخص،
هنا باش كتعرف القوه ديال 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 هاد الرياضه الرياضه ماشي الرياضه بالضبط الرياضات كاملين راه ملي كيجيو كيتكلموا بقوه الرخص بالانديه بالعصر ديالهم عاد نمشيو درجه بدرجه. هو هادشي عندنا غير اللي كاين يعني ما كاينش كاين بعد الجامعه تاسس عندهم ثلاثه الجمعيات. انا ما باغيش نزيد نخلق مشاكل اكثر. لو غادي نصرح بالمشاكل اكثر يعني انا بغيت نبقى سليم وما بغيش نقول اكثر الحقيقه لان حقيقه مره باش نكونوا واقعيين. انا ما بغيش نخسر عاوتاني ناس. كنتمنى كما تراجعوا اطر كبار الشبيبه والرياضه وعرفوا بان طونكسودو خاصو جامعه كنتمنى اللي كيخدم شي اجندا لصالح رياضه اخرى حتى هو يتراجع وخصو يعرف بان راه ماشي ضد الشخص اللي سميتو الترابي ولا ضد زيد ولا ضد عمر راه ضد المغرب. لان المغرب خاصو الجامعه ديالو ديال طونكسودو بحالو بحال جامعه الرياضات سي الترابي. المصلحة العامة كتقتضي على أن نديرو المنطق عليا وعلي وعلى أعدائي لأن إلا تحاربني أنت باش ما نديرش. كنحطو الملفات ديالنا كاملة بجميع الوثائق رانا مبغيش نشير في شي أمور. لا خصنا جميع الوثائق كتحط. كنشد موعد. أنا سكنت في الشبيبة والرياضة. شتي الشبيبة والرياضة سكنت فيها واليوم غدا وكيبقى القرار دائما ما كاينش شي قانون كيمنع كيبقى القرار ديال الوزير. اي وزير هو اللي كيقرر والوزير كاين الوزير اللي كيكون سياسي ما كيعرفش كاع الرياضه كاع دابا كل واحد والتكوين ديالو وكاين بعض الموظفين اللي مثلا كيخدموا اجندات الجامعات اخرين كيقولوا لا غادي يخرج طونكسودو بالعربيه غادي يهرس لينا هادي ولا غادي يهرس لينا هادي وهذاك راه ديالي وهذا كاين الزبونيه. انا ما كنتش باغي ندخل في هاد الديتاي ولكن من هذا المنبر بان الجامعه ديال طونكسودو راه غادا تخرج هاد البلاد. انا بغيت نقول لك واحد السبب مهم علاش دخلت المغرب. اولا الدستور ديال 2011. ثانيا الرساله الملكيه الساميه ديال الرياضه ديال الصخيرات. يعني هذه كانت خطه الطريق كانت باينه. قلت غادي نمشي الأندية غادا تكون وصلنا 167 حزام أسود أنا غادا نديرو جامعة وغنشتغلو وغنبينو بلادنا. بصراحة لقينا عراقيل ولكن هذا لا يعني بأن ما ساعدوناش ناس أخرين. ساعدونا الناس بزاف الناس ساعدونا من الشبيبة والرياضة ساعدونا بزاف وحنا خدمنا حتى حنا بالمعقول. ولكن هذه المسألة ديال 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 الجامعة ربما انا ما غاديش نعمق في الملف اكثر ولكن راه ربما بعد الانديه ولا بعد رؤساء الجمعيات راه يقولوا الحقيقه. راه رؤساء الجمعيات راهم بزاف ديال المسائل في رؤوسهم كيقول لك خاصنا الجامعه ديالنا. علاش لا احنا ماشي قاصرين السي ترابي. نعم يعني انا بغيت نسول بكل صراحه نتكلموا بكل صراحه يعني تكلمت على المحفظات تكلمت على السي ترابي جاي من كندا باش اسس جامعه واش بصراحة كاين ديبو دو فان كي سيركول باش نقضيو الغرض ولا لا؟ ما جو فوا با انا جو فوا جيسكا بريزون جو فوا كل اوبسكيريتي فريمون جو فوا كل اوبسكيريتي كيسكو جو بو فيغ ما فيهاش سير كنمشي كنطلب مثلا الرونديفو مع المينيستر كتبقى غادي جاي ما كيستقبلكش المينيستر كيستقبلني مدير الرياضات يستقبلني المفتش العام يستقبلني كذا تقدر تلقى لوبي هنا تقدر هاد ناس بصراحه دابا غنهضروا ناس ما عرفتش واش هاد الناس ماشي مغاربه ولا ما عرفتش واش هاد الناس ضد المغرب. انا جي با كومبري علاش كريي انفيدراسيون كندا بار انترنيت تشك 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 دير انفيدراسيون والباقي اللي الاصلح مي با لا بلجيك. رتا عندكم طونكسودو بلجيكا بزاف وكاين دي بريزيدون دي فيدراسيون دي ماروكا في بلجيكا ما عرفتش علاش ما فين كاين المشكل. الاطور عندنا الاطور القانون يطبقوا معنا القانون على الاقل يطبقوا معنا قانون 30-09 قانون التربيه البدنيه على الاقل ما يمكنش. وكاين تقريبا 25 جامعه وعابر كتم غير ما خدامه ما والو. علاش نبقاو سردين علينا حنايا خصنا نخرجوا
لان انا كنقول رؤساء، انا ضحيت مع الانديه وضحيت مع الجمعيات وكونت مدربين بصراحه، وكونت مدربين في مستوى عالي جدا، وضربنا بطوله العالم ودرنا كاس العرش الرابعه، ودابا غادي يكون عندنا التدريب الدولي ديال الاتحاد الدولي من كوريا، غادي يكون عندنا في الاسفي، وعندنا كاس العرش ان شاء الله بعد هذه الجائحه غيكون عندنا في الاسفي، حنا غادي خدامين. ويطلبونا باش ننشطوا ونساهموا في الاقتصاد حتى حنا، ونشوفوا الباقي من الاصلح، ماشي لصاحبي، ماشي الباقي لصاحبي، صاحبي اللي خصو يبقى. السي ترابي، نعم، قبل ما نسلم الخط للزميل احمد ثابت، يعني ما تنساناش وجده من البرنامج ديالك. والله الا دابا احسن الناخب الوطني من وجده هو دريس بن دحمان اللي راه هضر مع سميتو، هو الدولي جوج ديال الميداليات الذهبيات، ويلي دريس تريكت يعني الرقاده، نقولها لك الرقاده، هذا استمو دو باس راجل يعني راه دابا هو الى بيت مولاي بوسلام ستانفري وجدي من المدربين الممتازين اللي عندنا في المغرب، هو الناخب الوطني. احمد تابي تفضل. سي عبد الله، ندير واحد القراءه بسيطه للمجموعه ديال التعاليق ديال الاخوان. سي محمد شاكيب، يؤسفني ان اقول بصريح العباره، هذا الكلام ديال سي محمد شاكيب، ان الزبونيه وباك صاحبي لا زالت كلمتها قويه رغم محاربه الفساد. و المتتبعة ديالنا الدائمة سي الأخت جميلة بن مبروك، يا خسارة، يريدون العمل والمشاركة ولكن ما بها الجامعات عرقل لهم ذلك. معنا سي جابر العقيل اللي كيقول صراحة المجهودات جبارة تبذل، آن لها أن تكلل بموافقة الوزارة لتأسيس الجامعة، حرام يخسر المغرب مواهب حصدت الأخضر واليابس في بطولة العالم الافتراضية، حرام أن يضيع أبناؤنا وتضيع هذه المجهودات. سي فؤاد معنا من مدينة الخنيشات، نعم مهما كانت الزبونية وبك صاحبي لنا ثقة بملكنا وبقانون المملكة، ليس لهم الحق، ليس لهم الضمير والإيمان والأخلاق، فقط هم همهم هو المال. سي دريس، نحن كعصبة جهة الرباط سلا قنيطرة للتنكسودو متمسكين تكلم عليه الزميل بحقنا في جامعة ملكية، لنا الحق في من يمثلنا مهدي معطي. التحية للأستاذ دريس بن دحمان. سي فؤاد، جمعية أبطال الخنيشات للتنكسودو مع التنكسودو المغربي. سي ترابي، استرتوا المسالك الإدارية، لأن اسمح لي، لو قلت لك مدة 4 سنوات راه مدة قصيرة في النضال من أجل تأسيس جامعة ملكية. بيني وبينك خص شي شوية ديال تزيدوا في الفوليم ديال المطالبة بتأسيس ديال جامعة ملكية مغربية للتنكسودو. واش عندكم هذا البرنامج ولا ما عندكمش السي الترابي؟ لكن إن شاء الله من بعد يعني غيترفع الحظر الصحي عاود مره اخرى، راه نقول لك يعني راه الملفات ديالنا راه معمرين، يعني راه صرا عندنا واحد لي طاجير في وزاره الشباب والرياضه، مره اخرى غادي نجددوا الطلب وغنقدموه للوزاره من اجل تاسيس جامعه ملكيه مغربيه للطنكسو، يعني اون فوا با لي سي لي برا يومين طورا غنخدموا غنوضعوا ثاني الخدمه والبطولات والتدريب الوطنيه والدوليه، وعندنا أسرة ديالنا ديال طنكسودو راه خدام. الحمد لله كيبان بان طنكسودو عطى واحد الإشاعة ديالو كبير. فرضا تعطات لكم جامعة ملكية مغربية، شنو الآفاق ديالها؟ شنو التصورات ديالكم؟ لأن قلتي هكا بالكلام ديالك وهذا الكلام كيتحسب عليك، عطاونا الفلوس غنديروا البطولة، ما عطاونا شي فلوس غنديروا البطولة، كيعني على أنكم دايرين واحد التدبير، يعني قادين على روسنا، عطونا غير الجميع. واخا في ظل هذا العكس اللي وقع السي الترابي، واش كطلب منكم الوزاره شي دفتر تحملات، شي ملف من غير هذا الملف القانوني باش يمكن تقتنع باش تعطيكم الترخيص ديروا الجمع العام ديال الجامعه ديالكم؟ ما احنا كنا طلبوا لنا دفتر تحملات، كل لقينا حل، كون عطاونا غير بروفيزوار بور 4 ans كما كيديروا بعض الدول، ولا عامين ولا 3 سنين،
نمشيو هادو ما كيجاوبوك لا بإيه لا بلا لا حتى اللي جاوبك يجيب لك شي خرايصة ما كايناش فهمتيني كيفاش ما كايناش واش يعني ولا ما يجاوبكش كاع ولا ما تلقاش كاين حتى في الكرسي كاع هذا هو المشكل كاين اللي ما تلقاش حتى في الكرسي كاين اللي ما يستقبلكش هذا هو المشكل خصنا نعرفوا الحقيقة ديالنا راه الواقع راه مر وانتم سي الترابي عندكم ورقة ضغطة عندكم الأندية ديالكم عندكم منخرطين ما بغيناش نصعدوا ندخلوا النضال وحنا كنديروا الرياضة وأنا عزيز علي المغرب بزاف وعزيز علينا بلادنا بزاف وملكنا بزاف وما يمكنش غنوضوا نبداو نناضلوا من أجل شد ليا نعطيك ونديروا وقفات ونديروا كذا ونديروا كذا وحنا ناس ديسيبليني حنا بغينا احنا عارفين اللوبي فين كاين احنا عارفين اللوبي ماشي ما عارفينوش عارفين اللوبي فين كاين وميتريزينو سي الترابي عشت لحظه مع السي الخصم مصطفى الخصم بطل العالمي عشت لحظه معاه وكيقدم واحد الشكايه بحرقه السي الوزير الزين اللي كان وزير الشباب والرياضه حرقه على الاضطهاد وعلى المعاناه اللي كيعانيها بحال اللي كنقولوا ما ضاع حق وراءه طالب لان ملي كتقول حنا عزيز علينا المغرب حنا بالعكس حنا 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 المغرب عندنا في الدم واللي كنتمناو وان الرياضه تنكسودو بحال اللي قال السي حميد مزواط من اسبانيا قال لك نتوما كتبحثوا على واحد الاطار تشتغلوا فيه وهذا الاشتغال في هذا الاطار كيعطي واحد القانونيه للرياضه كيعطي قانونيه للانديه وكيعطي واحد الاستمراريه للرياضه التانكسودو لان غيجي شي وقت اللي كنطلبوا الله ما يكونش وانكم توصلوا وتنزلوا يدكم وتقولوا حنا انا غادي نوعدك ونوعد كاع الاسره ديال التانكسودو بان راه ما غاديش نطيح لا كارد وبان غنديروا جهدنا حتى سيدنا صاحب الجلاله وهذا ما خصنا نتفرقع وخصنا نعرفوا علاش التانكسودو ما بغاش تعطاه الجميع لان وصاحب الجلاله من اللي غادي يعرف هذه الحقيقه غادي يعطينا الجامعه ديالنا الا ما بغاوش يتصنتوا لنا في الوزاره حنا غنديروا لي ما يلي بس صاحب الجلاله يسمع هذه المساله لان ما بقاش بصراحه ما نقولش الا قلت لك ما بقاش عندنا الصبر لا لانه ما كينتظروا الروتور ديالي لكندا كيحلموا انا كنقول لهم كتحلموا انا عارف الاولاد كل شيء ليه دابا الاولاد كل شيء على ليترونجي كنقول لهم كتحلموا حنا راه ما غادي با روتور اون va mourir au Maroc donc soudra dar le federation و غنديروا جهدنا الا ما بغاوش يعطيونا فيدراسيون ديالنا باش غنسمعوا صوتنا لصاحب الجلاله وانطلاقا من القانون الدولي وانطلاقا من دستور 2011 وانطلاقا من قانون التربيه البدنيه 3009 اللي هما صبح عندهم معاها هذاك القانون صبح عندهم فيه هما مشكل الناس ديال الوزاره وصبح عندهم مشكل على الصعيد الوطني قانون 3009 وهذا قانون 3009 كيعطينا بان اي نشاط رياضي ستكون عنده انفيدراسيون والله عليك استاذ الله فين عندك المشكل ما تكونش الجامعه ديال طونكسود فين عندك المشكل والرياضه اقدم رياضه اقدم رياضه انا كنقول لي اقدم راه خرجوا منها رياضات راه من الان اولمبياد شنو الدم ترابي علاش طونكسود وجميع الدول واش حنا غنستثنيو المغرب حنا واش غنستثنيو المغرب واش امريكا ما فاهماش عندها اربعه ديال الاتحادات الدوليه ديال الطونكسودو واش كندا ما فاهماش واش المانيا ما فاهماش واش كوريا فين كاين شي مشكل السي نور الدين ترابي راهو مشى ليا الصوت وي السي نور الدين كتسمعني لا دابا عاد كنسمعك يمكن تعاود لي السؤال يعني الحاجه اللي باقي ما فهمتهاش كيفاش قدرتوا باش تكونوا منضويين يعني تحت الوصايه ديال جامعه اخرى ربما بزز منا والقانون كيلزمك القانون التربيه البدنيه الا بغيتي عندك جمعيه رياضيه خاصها تتبع العصبه الجهويه ولا تتبع الجامعه سنو ما عندكش حق تزاول ما عندكش حق دير اي نشاط في المغرب هذا القانون ديال التربيه البدنيه كيفاش وحنا ما عندناش كيفاش انتم سي ترابي ما عندكمش جامعه يعني في المغرب وكتفكروا باش تاسسوها
المستوى الإفريقي، يعني معادلة غريبة. الكادر ديالنا، إطار الكادر ديالنا، أنا شخصيا كأستاذ حزام أسود درجة السابعة أربيط انترناسيونال كلاس 2، بلا ما ندخلك على لي كاليفيكاسيون، العلاقات الشخصية في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي راه ما نهار بغيت ندخل ليك عضو راه ما صوتتش عليا شي دولة من إفريقيا، راه صوتت عليا أمريكا وصوتت عليا كندا باش دخلت ليه. يعني هذه المؤهلات اللي عندنا باش نأسسوا الاتحاد الإفريقي، وكاين 6 ولا 7 ديال الدول، والمغرب خصو يكون هو المغرب خصو يكون عنده المقر عنده هنا، وخصو تكون عنده الرئاسة، لأن المغرب هذا أنا كنقولها بصراحة ما يمكنش ما يمكنش حنا داخل عندنا الطونك سودو وحنا قريدية في الطونك سودو ونعطيو خيرنا لغيرنا، ما يمكنش. هذا هو الاعتماد، هذا هو مازال عندي نقدر نصيفطو ليك الاعتماد لتأسيس الاتحاد الإفريقي، هو عندي لحد الآن، وملي كنطرحها في الوزارة وكنقول اش كاين اش كاين كاين اللي ما كيسمعكش، ولكن حنا عرفنا علاش. لأن بصراحة بزاف ديال الرياضات كيتخوفوا تخرج الجامعة ديال الطونك سودو، كيعرفوا الطريقة اللي كنشتغلوا بها. حنا قود، حنا معقول، حنا ما كاينش باك صاحبي، حنا جوج زائد جوج تساوي 4، في يدك دوز لا تجي، ما في يدك دوز لا تجي. لا حنا ما كاينش الزبونية، ما كاينش القرارات الفردية. نعم سي نوردين ترابي، لا ريفاليتي سي توت افي ليجيتيم، يعني في جميع الرياضات كيكون هذا المنافسة، ولكن اللي ما فهمناش علاش الرياضات الأخرى رافضة باش تكون عندكم جامعة، فين المشكل؟ الرياضات الأخرى ما كديرش لك واحد الرفض باريكري، لا لا أنا غادي نمشي علاش كتقلب، ما كديرش كيكون أنا عندي واحد تما في الوزارة ولا جاك هذاك الملف غطيه، حيد منه شي ورقة، ما تخليش يدوز، هادشي اللي كاين. أنا قربت ليك، راه لدرجة بغى يدخل الملف ديالنا على الطالب العالمي، والله العظيم راه نقولها لك، شدوا الاعتماد الدولي وحيدوه من الملف دخلوه ليه. انا شفت لا رومارك ديال المينستر قال لهم هذا خصو الاعتماد الدولي، تعرف دوك الاداره تعرف، فهمتني ولا؟ لكن هذا اللعب ديال الدراري الصغار، هذا اللعب كتسميه انا ديال الدراري الصغار، هذا راه مغرب، هذا راه دوله، هذا راه مستقبل، هذا راه درابو ماروكان، هذا راه ماشي، هذا راه ما خصناش نلعبوا هكا. لي سلو باسي لو سلو فير راه يعطيني. انا كنقول لك طونك سودو غادي يساهم في الاقتصاد الوطني وغادي يخلق فرص للشغل، لان ما بعد تاسيس الجامعه الملكيه المغربيه للطونك سودو غادي تاسس اتحاد دولي خاص هنا اللي غادي يكون ان شاء الله زائد الاتحاد الافريقي. شي حنا جايين ليه، وهذا الشيء كيخوف كيخوف جامعه افريقيا، كيخوف رياضه افريقيا، لانهم كيعرفوا التوجيه ديالي فين غادي. نعم سي ترابي، شحال ما بقى شحال ما بقى غيطلع الصباح. كنشوف اداريا انتم ملي كديروا الا بغينا نهضروا على هذه المراسلات حيدوا هذه ما هذه، راه كديروا ورقه ديال البورديرو وفيه شنو صيفطتوا شنو كذا وشنو كذا وكيكاشيو عليه، يعني كيتحملوا هما المسؤوليه ديالو. هنا كاين شي عراقيل نفس الطريقه كنديروا المرفقات وكنديروا كتيب والمرفقات، وملي كتمشي تقلب على هذاك الشيء اللي حطيتيه بيرودور، تسول هذا وتسول وتمشي عند شاف ديبارتمون ولا شاف ديفيزيون، راه حكيتي عليا بزاف دابا، تمشي عند شاف ديفيزيون يكذب عليك ولا ينافقك ويرسلك لقند اخر. هذه ستين فيريتي عشتها انا. واخا قربنا لنهايه الفقره الثانيه اللي غنقراو الاسئله ديال مجموعه التدخلات ماشي اسئله. سعيد الهرقاوي كيقول اولا شكرا جزيلا لكم، مساله الجامعه ان شاء الله يجب ان نضغط حتى تحقيق المراد ونتجاوز له بالضغط. شخصيا لا مشكلة لي في ذلك، هذا جواب في الفؤاد. سي جابر العاقل كيقول ماذا حق وراءه طالب مستعد للتضحية لإعلاء راية التانك سودو قريا ودوليا. سي شاكيب كيقول آخر فرصة، إذا لم تتحقق سنحتكم إلى القضاء الإداري. أخت ديالنا جميلة بن مبروك، أصلا كل ما يسعى الخير تفتح لهم أبواب ولو وقفوا الحاقدين والمعرقلين
الله معكم وسوف تفوزون. سي الوفي محمد كيقول معكم الاستاذ الوفي محمد من مدينه اسفي بخصوص رياضه التانك سودو. لا بد ان البنت ديالو هي اللي دات بطله العالم بنت ان تفرض وجودها في ظل جامعه عاجله ام اجلا. سي عصام عصام كيسولك من وراء ذلك، شكون اللي كيدير هذاك الشيء ديال اللي قلنا كيحيدوا الوراق وهذيك المسائل؟ نحن هنا في اسفي ابناؤك جميعا. هذا السي الهرقاوي. سي الوفي ونحن وراء رئيسها الأستاذ الكبير نور الدين ترابي من خنيشات نقول نحن وراءك حتى يتحقق المطلب. سعيد الهرقاوي حبي للتانك سودو أم الرياضة لن يتغير. نحن معك أستاذ لأنه طافح الكيل من جميع العراقيل من جميع العراقيل لدي لذا يقوم الذي يقوم بها لوبي الفساد الذي يخدم مصالح أخرى. من أسفي أن حميد مزوط ما دامت رياضة حققت عدد كبير من الممارسين أو المنخرطين وحققت نتائج إيجابية وأعطت أبطال في اللعبة لابد أن تشغل داخل إطار قانوني منفصل ما دامت سوف بالله عليك ملي كيجيك رد من الوزارة ويقول لك لو يتأسس جامعة ستكون رياضة أولمبية، هل هذا جواب مقنع؟ علاش أنا ممكن الرياضة للجميع تاي الجميع علاش انا قلت لك قبيله علاش ما كتشاركوش في الالعاب الاولمبيه؟ ان كاين شي قلنا الاشهار غادي نرجع بعده واخا تفضل نقف وقفه اشهار ونعود بعد ذلك. شكرا شير كليون لي ريستوران جوهره ريست اوفير ا فوت ديسپوزيسيون اي غارونتي تو لي سيرفيس دورون سيت بيريود سي نور الطلابي على الخرجه عاوتاني نوليو بارون او بلا امبورتي عبد الله ديمونش 23h Où nous livrons à domicile si nécessaire. Pour toute information, veuillez nous contacter au numéro de téléphone 02 833 04 96. Merci. Chers clients, le restaurant Jawhara reste ouvert à votre disposition et garantit tous les services durant cette période de crise sanitaire. Nous préparons vos plats à emporter du mardi au dimanche de midi à 23h où nous livrons à domicile si nécessaire. Pour toute information, veuillez nous contacter au numéro de téléphone 02 833 04 96. Merci. Chers clients, le restaurant Jawhara reste ouvert à votre disposition et garantit tous les services durant cette période de crise sanitaire. Nous préparons vos plats à emporter du mardi au dimanche de midi à 23h où nous livrons à domicile si nécessaire. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 02 833 04 96. Merci. Cher client, le restaurant Jawhara reste ouvert à votre disposition et garantit tous les services durant cette période de crise sanitaire. Nous préparons vos plats à emporter du mardi au dimanche de midi à 23h où nous livrons à domicile si nécessaire. Pour toute information, veuillez nous contacter au numéro de téléphone 02 833 04 96. Merci. Chers clients, le restaurant Jawhara reste ouvert à votre disposition. Mais là, c'est... Et garanti... Alan, ou Salan, ou Marhaban, Nsina, ou Al-Hajal, li, sarahatan, fqad al-Maghrib, ahad al-A'lam siyasiya, ou l'admira, ou l'admira, Si Abd al-Rahman al-Yusfi, بالمناسبة كنقدموا التعازي لجميع الاتحادين والاتحاديات وجميع السياسيين. عندي معك ذكريات جميلة رحمه الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سي الترابي تفضل قلتي بغيتي تقدم شي. المهم بالنسبة لسي عبد الرحمن عزاؤنا واحد هذا الرجل
المجاهد المقاوم. بغيت نرجع غير باش نهني الابطال ديالنا ديال اعضاء الفريق الوطني. بالمناسبه كنهني الميداليه الذهبيه بطوله العالم فؤاد إرقراق اكثر من فئه اكثر من 50 سنه فئه الماستر، العلياني معاذ والعلياني ايمن من جمعيه الخليج البيضاوي الميداليه الفضيه، وريان ابن المعطي وسيمة بالمعطي، ومن ساش أسفي البطلة الواعدة الوافي مريم. كانت منا ما نكونش نسيت شي واحد من العناصر الفريق الوطني، ومازال إن شاء الله غدا تدوز هذه الجائحة إن شاء الله وغادي تفتح وغندير واحد الحفل ديالنا إن شاء الله لهاد الأبطال باش نفرحوا بهم أكثر ونعلموكم حتى انتم تكونوا معنا على الخط ان شاء الله. هذه كنبغي نهني الاسره ديال طونكسودو كلها، يعني من حزام ابيض من الصغير حتى الكبير، وكنقول لهم حنا راه دائما ليد في ليد وراه مازال غاد نحقوا الحلم ديالنا والجامعه ديالنا ان شاء الله تحت الرايه وتحت السده العاليه بالله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. تنور دين الترابي، يعني باش غادي نختموا هذا المحور ديال الجامعه، نتمنوا ان شاء الله مع هذا الوزير في فردوس تكون الرياضه الوطنيه يعني في فردوس بين قوسين، وتكون كذلك الرياضه ديالكم عندها جامعه مستقله. اللي كنت باغي نعرف يعني بصراحه واش تانكسيدو هو اللي كيديرونجي ولا تنور دين الترابي هو اللي كيديرونجي؟ بجوج اتضح. لا يعني طرحتي لي السؤال واش طونكسودو اللي كيديرونجي ولا الترابي اللي كيديرونجي؟ بجوج، وحتى الاطور اللي معايا كيديرونجي. الاطور اللي معايا عندنا ناس مستوى عالي معايا في اللجنه الوطنيه، لا مجلس الرئاسه ولا الاداره التقنيه ولا رئيس لجنه التحكيم ولا الناخب الوطني اللي ذكرنا قلنا من وجدة ولا الرئيس المؤسس نور الدين الترابي. حنا قلت لك يعني واحد 45 عام ولا 46 عام ديال لار مارسيال والتخصص في لار مارسيال وعلى مستوى الدولي، وخدنا يعني تدريب دولية، وانا درت المعهد العالي للمدربين بكندا. الناس خايفين من البرنامج، انا اقولها بصراحة الناس خايفين من البرنامج، اللي ما خايفش اطلق الباقي للأصلح فعلا سي نور الدين. احنا نعطيو نموذج ديال الجامعه في الاقتصاد، جامعه في التنميه البشريه، جامعه بغينا نعطيو مثال حي في الروح الوطنيه الحقيقيه ماشي المزيفه، بغينا نعطيو مثال حي في الروح الوطنيه الحقيقيه، يعني بغينا نخدمو ما كاينش اللعب. نهار نعيا نحيد الكرسي بلا ما تقولها ليا، بلا ما تبقى تدق عليا ولا لا. حنا مصممين وي سي نور الدين الترابي. غادي نمشيو نشوفوا واحد السيد اللي ما كيديرونجيش اللي هو السي احمد ثابت. تفضل ندوزوا للمحور الاخر. احمد مرحبا سي عبد الله. نمشيو لان كاين كثره ديال المداخلات هنايا ديال المجموعه ديال، وكنعتذروا للناس اللي صيفطوا لنا المداخله ديالهم وما قريناهاش. عندنا السي حميد مزواط اللي هو اطار رياضي كيتعامل بعفويه مع القطاعات الرياضيه، كيقول لماذا لم تطلب اللجنه التحضيريه لقاء رسمي مع الوزير وتسليمه الملف القانوني بمحتوى الاداري حتى لا يعبث به من هم محسوبون على اللوبي الذي يقف في وجه تاسيس جامعه مستقله لرياضه التانكسودو. كيف يعقل ان هذا السي فؤاد كيف يعقل ان يضعوا العراقيل امامنا؟ نحن كل همنا هو الرقي برياضة تانكسودو والمساهمة في اقتصاد مملكتنا الشريفة. الآن مجموعة من البوادي الذي أطلق زئيره بمجموعة من البوادي، وهنا وجب الذكر هناك من قال وبالحرف أمامي هناك من قال بالحرف أمامي مع الأسف أنهم حاربوا الرياضة لا تعرفوا معنى الهزيمة. وهل الآن تم تأسيس الجمعية بالتنكسودو؟ كما نشكر الجراند ماستر نور الدين الترابي على صموده
عندنا سعيد الهرقاوي مزيد من الصبر، معك ألف حق في كلامك الأستاذ عبد الله. هذه أخت جميلة، سلام سي مصطفى بن موسى، سلام خاي نور الدين والجميع. سي مهدي المعطيت، تانك صدو أمواج مولاي مولاي بوسلهم. نمشيو لسميتو الشق الأخير السي نور الدين الترابي، هو كنشوفوا مشاركة ديال العنصر النسوي اللي سمعنا من الأخت عايدة أنها هي المدربة الوحيدة اللي كتدرب النساء. واش كاين شي بطلات شي مدربات جايين في الطريق وحكمات؟ عندنا حكمات، عندنا أحزمة سوداء أخرى يعني في سيدات وفتيات، وعندنا بطلات، وعندنا جوج ديال البطلات العالم والوافي مريم، وعندنا ثلاثة، وعندنا بالمعطي وسيمة، وعندنا مريم كيدي، ما مشات لي الاسم، مريم كيدي، عندنا جمعية الخليج الدربيضة اللي جابت ميدالية فضية، وعندنا بطلات على المستوى الوطني، عندنا العنصر النسوي، عندنا حكمات، عندنا حكمات من تمنار، عندنا حكمات من الدار البيضاء، عندنا حكمات من حكمات ممتازه كاع، رئيسه عصبه جهه طنجه تطوان الحسيمه السيده المرابط الزهراء، يعني مستوى عالي. وي ممكن تعطينا سي نور الدين احصائيات ديال عدد الرخص ديال الممارسات الإناث الممارسات؟ دابا بان الا دخلتي على المدرسه كيبانوا لك الطابليات اكثر من السراويل التجين، دابا وليتي كتمشي للانديه كتمشي للانديه كيبانوا لك حتى الفتيات، يعني بصراحه العنصر النسوي كاين وحاضر بقوه، يعني فيتو على 65%، ويعني وكينشطوا، درنا بطولات الكبيرات في تطوان، وكنديروا البطوله اقل من 17 عام في الفتيات، يعني العنصر النسوي حاضر وبشكل قوي، وحتى في المكتب ديال اللجنه الوطنيه يعني كاين جوج ديال العضوات، هذا هو يعني العنصر النسوي كاين. اذا كاين التنوع سي نور الدين، نرجعوا كنامنوا به، التنوع كنامنوا به بصراحه، هو كيفرض راسه كيفرض راسه التنوع، واخا تبغي ترفضو كيفرض راسو لان ما عندك صراحه فرض راسو لان البوس الترافاي سول تيغيو. سي عبد الله نتكلموا على الشق، على الشق ديال التكوين، غيكون هو المحور الاخير عندنا. التكوين بالنسبه للمدربين سي جدًا. قمنا بعدة تدريب للمدرب هذا الشهر، يعني نهار 13 لما أعتقد، في نهار 13 14 15 عندنا تدريب عن بعد افتراضي في زوم اللي سندنا المهمة ديالو المدير التقني الوطني، هذا خاص للمدربين في الجانب السيكولوجي والنفسي للمدرب، يعني يسيرتو لو كود ايتيك. سي نور الدين الترابي، خلال الحلقه ديالنا مع الاخت عايده قرق اللي اقرت بان جميع المعسكرات اللي كديروا ديال التكوين كتكون على حساب ديالكم الشخصي، هادشي ما كتشوفش على انه ثقيل على الكاهل ديالكم شي شويه. القرار باش تكون استاذ مؤسس، المره الاولى درت دراسات قبل ما ندخل المغرب، رئيس مؤسس خصك تعرف كتامن بالتماره كما كنقول، رئيس مؤسس وزيد بحال بغيت تقول كتخدم كوم انفاند ميناج تي في لو تو، الا بغيتي تبقى في ليستوار ولا بغيتي دير ليستوار رئيس مؤسس ولا استاذ مؤسس، جامي تفكر للماده، خصك تخدم اترنال. اي واحد السؤالات راه دابا كيرسلوا لي في الواتساب، يعني كندير لا فورماسيون ا ديستانس، هذه من ديبار كنت كنديرها من كندا للمغرب، ولحد الان مازال لو بروغرام يقدر يمشي ا ديستانس، نتناقش معك في المشاكل ديالك الاداريه، نتناقش معك في المشاكل لو كوتي تكنيك اي ادمنستراتيف، اي مشكل يعني متبع الطون سودو عن كتاب، الشاده والفاده متبعه يوميا اجور،
حياتي وقتي كله للطونكسودو. ما يمكنش نخلي شي واحد عندنا مقلق في الاسره ديال الطونكسودو. اي واحد نقاد لي شغله اي واحد، ونقول واحد القضيه، داكشي اللي داز عليا انا ما يتكررش اللي داز على شي واحد، حيت انا مشيت من الباديه مشيت للمدينه عشت لا سوفرانس حاجه بديت في الباديه. ما يمكنش نخلي شي مدرب يعاني، ما يمكنش تمارس الزبونيه، ما يمكنش الكذوب، ما يمكنش امبوسيبل في الطونكسودو. حتى نحيد ملي نحيد ولكن تنحيد وغنبقى مطمئن لان غنغرسوا واحد الغرس حلو، ما كاينش مشاكل، ما كاينش احتجاجات، الباقي للاصلاح واللي مزيان نعترفوا به نقولوا هذا مزيان. هذه هي التربيه اللي غادي فيها باش تكون الشجره ديالنا مزيانه ان شاء الله ديال الطونكسودو. السي احمد الله سي عبد الله، يعني بكل صراحه من خلال سي نور الدين الترابي هذا المساء وكنشكره على الصراحه ديالو. يعني اليوم فهمت علاش الناس ما كيستثمروش في القطاع ديال الرياضه في بلادنا. كان بامكان سي نور الدين الترابي باش ياخذ يعني واحد الموقع في الجامعه ديال كندا ولا يعني يدبر على راسه كما كنقولوا، ولكن هو جابته الغيره باش يستثمر في بلاده باش يأسس شي حاجه اللي تخلد الاسم ديالو باش يساعد البلاد. ولكن مع كامل الاسف كتكون هاد الممارسات هذه اللي كتكره يعني الناس باش ترجع بحالها، خاصه لما يكونوا من ابناء مغاربه العالم، وهذا مؤسف. نتمنى ان شاء الله باش هذا الوزير الجديد يعني يقدم يد المساعده للسي الترابي والجميع الرياضيين اللي بغيو يشتغلوا باخلاص وبنزاهه. يعني الان شنو هي الموارد ديال التمويل ديالكم سي الترابي؟ واش عندكم واش عندكم؟ لا لا ما عندناش، ما عندناش دعم، ما كيدعمنا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما كيدعمنا وما نطالبوا حتى شي واحد. حنا بغينا غير حقنا في تاسيس الجامعه. انا جاي باش كندعموا باش كنسيروا هذا الشيء. اولا انا مطمئن على الطونكسودو في المغرب، بان الطونكسودو التراند ديال مارا ان شاء الله بيا ولا بيا ولا زي حتى اللي بغيت تلقى الجمعيات في تاكاتوا مدربين كيتزادوا. فيما يخص الدعم، الدعم كنقتصر كما قلت لك عندي ان بون ايكيب، خاصه عندنا واحد المجلس الرئاسه كنسميوه، عندي ديزامي ديالي انتيم في المغرب وما عندناش مشكل باش نخسروا على الطونكسودو. عندنا رؤساء الجمعيات في المستوى المطلوب، عندنا رؤساء الجهات في المستوى المطلوب. حنا يعني بالعربيه خبزه كنتسموها، كنتعاونوا كننجحوا، لان الهم ديالنا انا ما نشبح حتى تقول لي البطوله دازت بخير، فهمتيني؟ ما كاينش سكوندال، ما كاينش المشاكل، ما لا جيت لقيتها شي واحد قال لك هذا ما عندوش خصو يدوز خصو يلعب. كنعاونوا بعضياتنا وكتنجح وكيكون مدخول لا كوتيزاسيون دو بارتيسيباسيون، كاينه كاينه لا كوتيزاسيون دو بارتيسيباسيون، وكنسيرو خص شي حاجه كنعطيها من جيبي ماشي مشكل. دابا شنو هما لي رونديفو؟ وشنو هما لي رونديفو؟ عبد الله عبد الله لي رونديفو افونير بور لو طونكسودو ماروكا. لو طونكسودو ماروكا الى غران افونير او نيفو ماروكا اي او نيفو مونديال. لو طونكسودو كرويا مو غادي تكون يعني الرياضه اللي غادي تكتسح العالم، لان الناس اللي كيسيروا على المستوى الدولي ناس في المستوى، وعلى المستوى الوطني الطونكسودو في تصاعد وغيقول الكلمه ديالو في اقرب وقت ممكن. وما ما غيخصنا حتى شي خير في الطونكسودو. كنتمناو والله العظيم ما نقول لكم من القلب ديالي باش الرساله توصل لصاحب الجلاله مباشره ويعطينا الجامعه ديالنا، لان احنا من الرعايه ديالو وحنا واحد الجزء من الشعب ديالو، وحنا ما يخليش ناس في الاداره حرمانه من حقنا. دابا راه هما الفكره اللي عندهم هما كيديروا لنا سياسه التبطيء باش كيقولوا هما كيفكروا، لان كاين شي ناس كتفكر مع رياضها بان راه ان سيجور راه واقيلا غادي يهز الكارطابل و إل فا غوفونيغ شي لوي، لانه ما كيعرفوا كاع لا فامي ديالي على لترونجي. ولكن انا كنقول لهم راه انتم غالطين، راه غنموتوا بالمغرب وغنبقاو في المغرب، وانا ما غايجيبوناش في الصندوق اون باكري لا فيدراسيون
غندفعوا برياتنا، غنكبروا اسرتنا، غنمشيو في الاتجاه الصحيح، حب الوطن والشعار ديالنا دائما الله الوطن الملك دائما وابدا. عبد الله احمد جو سوي كلير اي جو دوموند حتى هما يكونوا معنا ناس كلير اكثر مني ويحبوا بلادهم. وكنقول لهم راه كما طرح ليا الزميل قال لي واش المشكل عندهم في التراب ولا في الطونكسودو، راه لا ترابي ولا طونكسودو، راه عندهم مشكل مع نفوسهم، راه ماشي ضدي انا، راه ضد تقدم البلاد، راه انا رجع ولا خر راه كورونا دابا راه اللي غادي يدير لي لونتي فيروس ديالها ستا ماروكان الي تازيني، راه عندنا هذاك اكسبير اي اوسي نو سوم دي اكسبير او نيفو دو لار مارسيان. سي عبد الله مجموعه ديال الاخوان اللي يلتحقوا كيشاهدوا معنا، عندنا سي زكريا الغازي، سي مراد اليوسفي، سي هلال يونس، سي استاذ الحسين، استاذ ابو معاد، سي فريد غرباوي، استاذ مصطفى القلف اللي بغينا نعرفوا. الان جامعه ماكينه السيد ترابي محطه النضاليه، ما عندناش الجامعه والتقارير ديال اي نشاط رياضي كيمشي للوزاره، اي نشاط رياضي كنصيفطوا للوزاره. عندك يكون عارف سي عبد الله يكون هاد التقارير ما كيوصلوش، لا وليت كنسلم باركوريال ديريكت المدير الرياضات، مدير الرياضات اللي اونيت. مرحبا. الخطوه القادمه في ظل النضال ديالكم ومحاولة تأسيس ديال الجامعة، هذه النقطة الأخيرة سي ترابي. أولا كان بغينا ندوزو هاد كأس العرش الخامس، والتدريب الدولي اللي غادي يجي ليه الاتحاد الدولي هو اللي غادي يشرف عليه، غادي نكون معاهم ونتعبؤوا. حنا ما عندناش شباب إلا ديال سان ماجيستي، ما عندناش شباب، وحتى الطرق ديك النضاليه اللي كيديروا كذا وكذا، حنا لا، حنا تربويين، حنا اوني ايديكاتيف، حنا غنحاولوا ما امكننا صوتنا نوصلوا لصاحب الجلاله ما امكن. سي ترابي راه الطرق النضاليه راه ماشي هي الفوضى والقباحه، راه ما ضاع حق وراءه طالب. على اي كلمه اخيره، جميع الجمعيات الرياضيه وجميع المدربين والابطال يشاطرك الراي، ولكن ما بغيتش تحسب عليا في بلادي، ما بغيتش ما راه ساهله غدا كذا ولا هذه ولا نمشيو لقدام الوزاره ولا كذا، ما اوني با، كنبغيناهم هما يكونوا ناس في المستوى ويقول هذا المنصب اللي راني بارك فيه كنخدم اجندا ديال واحد السيد اخر وديال واحد الجامعه اخرى، راه ما غنبقاش. راه العيوب ديال الروطار راه هو غير كل جامعه، علاش كدير لي سي ترابي كلمه اخيره في نعم سي عبد الله أحمد. إلا سمحت فقط يعني نعيد سي نور الدين ترابي يعني باسم إذاعة فولتر باش نطرحوا السؤال، ويعني على الموقع ديال إذاعة فولتر للسيد الوزير الجديد، يعني لماذا تم رفض جامعة ديال هذا الرياضة ديالكم؟ تانكسيكو هذا وعد من سي عبد الله. علما كاين 25 جامعه ما تابعت حتى شي حاجه، كاع ما هي اولمبيه ما هي والو، راه كاينه 25 جامعه غير باركه، وحنا راه حابسين علينا باش ما نشتغلوش، هذا هو اللي كاين. ولكن بالمناسبه ما ننساش الجامعه ديال لايكيدو وليايدو اللي محتضنانا وكترخص لنا سواء على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، يعني راه واحد الام بهذه العباره ام حنونه احتضننا خدامه، يعني جميع الانشطه كتواكبنا بالوثائق على الاقل كتعطينا الترخيص، لان ما يمكنش دير شي نشاط الا ما كنتيش تحت لواء جامعه معينه. السيد ترابي كلمه اخيره. كلمه اخيره اش غادي نقول لك، هاد البلاد راه شريفه وبغينا ربي يبقى حاضيها ويبعد منها الجائحه ديال كورونا، والله يخلي لنا صاحب الجلاله. وبالمناسبه يعني كندعي مع الناس ديال الطونكسودو بالمغرب كلهم، بغيتهم يكونوا بخير وعلى خير، ويحاولوا ينوضوا يجتهدوا ويقدوا الوريقات ديالهم ويتصنتوا الاداره الوصيه ديالهم ويقراوا ويتكونوا، والبحث العلمي باستمرار.
مرة أخرى فيليستاسيون à toutes les champions du monde de ton solo. Et je remercie